السلام عليكم يا جماعة الخير، حياكم الله بحلقة جديدة من The Cuspers. حلقتنا اليوم بتكون فلوج وليس تحدي. ساير ايفنت ألعاب، نزلين لعبة جديدة اسمها Darkness Road. لعبة إماراتية، اللي مسوينها إماراتيين، الكاركتر إماراتي، كل شيء إماراتي، ومنو صوت المين كاركتر؟ سعيد الحليان. فإذا قرينا الإيفنت يكون موجود يوم الناس بيجربون اللعبة، وإذا بيسألون أسئلة يعني سعود من ضمن التيم فإذا قرينا، وأنا راجويه طبعا يعني كالعادة، هذا شيء طبيعي. الحين بديش داخل بنسأل ناس، بنتعرف على ناس، بنسولف. طبعا أنا ما صغرت وأنا يسسوق لأنه ما بغي أنشل عشانكم. أوكي. المهم إن شاء الله بنرد ننزل أسبوعيا أو أسبوعين أو ثلاث، بس بنحاول نرد نكون كونسيستنت كثر ما نقدر. الحين بديش داخل بشوف سعود، إن شاء الله يعجبكم الكونتنت. لا تنسوا لايك وسبسكرايب، ويلا شوفكم داخل. شوفوا السانست، هذا هو المكان، مكان الايفنت. مشيت وايد الصراحة، فر كانت فل. سعد قال لي تعال من وقت لكني كنت راقد، بس عادي يعني. طبعا هذا هو المكان، كل اشياء الكترونية، العاب، كمبيوترات. توقع باقي يومين ما بتلحقون طبعا، بس شكله حلو والله، ولا كأنه في دبي. شكله تحدي فالورنت. فالورنت اي والله ما اعرف. ولا منو؟ ولا منو؟ اهلا وسهلا، حياكم الله. المين كاركتر تصور، تحكم تحكم فيه. فهد اليوم رواكم وين؟ احنا اليوم، احنا اليوم موجودين في جيم اكسبو، براويكم لعبة إماراتية بعد شوي. زين، براويكم لعبة إماراتية وايد حلوة. صوتي أنا في اللعبة، المين كاركتر صوته كريه. جماعة يمكن في مفاجأة بعد شوي، في شخصية احنا تلاقينا وياها قبل من زمان، يمكن نوديكم عنده، يمكن على حسب المزاج. جماعة الخير، وصلنا عند البوث. زين، داركنس رود، شارع الظلام، لعبة إماراتية من صنع طاقم إماراتي كامل. وبقول لكم شيء، تعالوا شوي تشوفون هذا بالعصامة باللحية، ها صوتي أنا في اللعبة. فإذا لعبتوا اللعبة لا تضحكون، نزلوا اللعبة، موجودة على ستيم. فكرة اللعبة، شاب يضيع في نص الشارع، مرة واحدة دي الشارع اسمه شارع الظلام، ويتوهق يخطفونه، ولازم يتضارب مع زومبيز. كيف؟ ما اعرف، بس بتضارب مع زومبيز لابس كندوره وعصام. هاي فكره اللعبه، واحنا اليوم في جيم اكسبو جايين نروي اللعبه حق الناس ويشوفون كيف اللعبه، وكيف ان اللعبه اماراتيه متكامله. زين، انا عادي اجربها؟ كل حد هي انت لا. زين جماعه، وهالمايك، تعالوا شوف الكنترولين كيف. ايه سعود كيف يركض؟ ايه سعود وايد بطيء انت يا اخي. ليش وايد بطيء؟ ليش؟ انا متعور. متعور. العصا ذكرني ابوي كان يضربني قبل. ها شو؟ اوكي ماي. ماي. يا سعيد بطل ماي الهرب. وين سعيد؟ وابوكم. وابوكم ها شو؟ تعال الهرب يا ولد الهرب، هر. صراحة والله احس ما اعرف، يعني شعور غريب انه واحد ياسر كذا بواحد لابس كندورة. ياسر اسمع صوت سعود. بس قدمه نشوف اللعبة الأساسية إن شاء الله. ما أقدر ألعبها واسمع صوتك، فشكلي أنا ما بلعبها، أنتوا لعبوها. والله يا جماعة الخير، بنسين تشيك على دبي بوليس شو مسوين من ايفنتات، بس الله حق يعني يغطون كل شيء ما شاء الله عليهم. سوالف جد، سوالف ضحك، دعايات، العاب. سعود هني تكن صح؟ ايه في هناك تكن ولا مكس؟ مكس، في مكس تكن، ستريت فايتر، فيفا. خلينا نشوف لعيب الجماعه ولا؟ والله نايس يا اخي. كمبيوتر هناك، العاب بعد ثانيه. وعلى فكره البارحه كان في بطوله فيفا، بطوله تكن، بطوله ستريت فايتر. ما اعرف اذا اليوم في، بس في بطوله كان في جوائز. شو كانت الجوائز انا ما اعرف، لكن
دبي بوليس بيبي. جماعة أنا أصلاً نولدت في أليه، حلو؟ كان اسمي ليبرون جيمس قبل، بس عقب يوم جيت الإمارات عشت في البر أسبوعين وسويت بدوي، والحين اسمي فهد المطروشي، لكن إمكانياتي بعدها موجودة. فمن الحين من هالفرة ما بضيع ولا كرة، واحد اثنين ثلاث. اي انا تكلمت كلاسي خلص. لا تتردد لاحق. سعود يبغي موتر لانه بيبيع البورش ماله، وهاي الاحجام اللي سعود يباها يعني تو سيتر. شو بتشتري موتر حقك حق البيت؟ طبعا شرينا اغراض وعندنا سبن ذا ويل بفلاش. عاد شو اذا سعود بيفوز بشيء؟ انا حظه طر ناس كل تحدي نصوره في القناة يفوز، هني بعد شو بيفوز؟ سعد لو يدش ما يصير يربح المليون بيفوز مليون. شو أكيد مليونين. شو حصل؟ ورسلس فري ممبرشيب. والله زعلان ما عيب. رسالة حق الشباب 10 ثواني عندك. شباب أنا أذاكر آخر مرة شفتكم والصور اللي عطيتوني إياها، شكرا لكم، وسمعت الإنجازات اللي سويتوها من الفترة الأخيرة، استمروا. وأحلى تحية يا وحوش. يعطيك العافية. لا لا بس خلاص خلاص شدوا حيلكم، حطوا محتوى. والله صح، أنا كنت متوقع 10 أضعاف الرقم، بس زين زين زين، يبقى زين بس أكثر. وشي يا جماعة الخير، غطينا كثر ما نقدر، وأهم شيء غطينا اللعبة. أهم شيء غطينا اللعبة، غطينا اللعبة والإيفنت وكل إيفنت إن شاء الله. مقصرين نحن، إن شاء الله مع الأيام بنتحسن وبننزل أسبوعياً أو كل أسبوعين أو كل ثلاث، واحد من الاثنين. قبل لا نختم الحلقة خذ التريلر. وين بحصل حد يساعدني في البقعة؟ هوي في حد هني؟